بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات مطبخ نصيرة. اليوم راح نشوفوا طريقة تحضير السفنج. اليوم عندي لكم طريقة مبسطة وسهلة جدا لتحضير السفنج ومضمونة تخرج لنا يعني سفنج ناجح 100%. نحتاج الى 300 غرام فارينة، تختاروا فارينة من النوع الممتاز، من الاحسن تكون فارينة الحلويات، مغرف صغيرة ملح، مغرف كبيرة خميرة، والماء المدافي راح نحتاج غير ربع ماء دافي. الان مروا مباشره الى طريقه التحضير. راح نخلطوا المكونات هادو في ثلاثه مع بعض، هكذا، ونبداو نفرغوا الماء المدافي بالتدريج. اذا هكذا انا راني درت ربع تاع الماء كما راكم تشوفوا، فقط ديت منه غير ربع لتر تاع ماء، ونحبسوا يعني كي تشوفوا العجينه ولات لنا كيما هاك، ونقعدوا هكذا ندلكوا فيها غير شويه تنحسوها يعني طابت في يدينا هكذا. اذا هكذا نديروا الزيت في يدينا هكذا، الزيت يعاوننا بزاف يعني لازم نديروا الزيت في يدينا هكذا. خلاص الان نديروا كذلك الزيت في البول او السلاطين تاعنا، ونحطوا العجينه تاعنا هكذا ونديروا لها الفيلم هذا البلاستيكي، نغلفوا البول تاعنا مليح هكذا، نغلفوها مليح ونخلوها تخمر لنا مليح حتى كي نشوفوا الحجم تاعها يعني تضاعف 3 خطرات او 4 مرات الحجم تاعها، تماك نحلو عليها ونبداو من جديد نخدمو فيها. اذا كيما راكم تشوفوا هكذا راه تضاعف الحجم تاع العجينه وخمرت مليح. هنا راني خليتها يعني تقريبا ساعة كاملة وهي تخمر. الآن راح نديرو شوية زيت في يدينا هكذا، ونبداو نخدمو في العجينة تاعنا الآن. راح نبداو نديرو ديبول صغار هكذا، نحاولو ما نكبروهمش بزاف هكذا، ونديروهم في الصينية هنايا، نديرو فيها الزيت هكذا، ونحطو الخبيزات تاعنا، ناخدو وحدة صغيرة هكذا ونحطوها هنا في الصينية، ونواصلو العملية حتى نكملو العجين تاعنا كامل. إذا راني كملت العجينة تاعي كامل وتحصلت على 11 حبة كما راكم تشوفو. الآن راح نغلفوها بالورق البلاستيكي الشفاف هكذا، اذا نغلفها مليح هكذا، نغطيها بالورق ونخلوها تزيد ترتاح لمدة 10 دقائق، وما نزيدوش اكثر من 10 دقائق، يعني 10 دقائق هذا هو الوقت كفاية يعني غير ترتاح شوية، ماشي تعاود تخمر يعني غير ترتاح لنا شوية 10 دقائق، ونبداو نقلو فيها. نديرو المقلاة تاعنا هنا فوق النار
راح نحتاجو زوج. انني دايره هنايا طاجين صغير كما راكم تشوفوا. في الطاجين الصغير نعمروه زيت، نديرو زيت بكميه كبيره كما راكم تشوفوا، نصفه كاع معمر. وهنا في المقلاه الثانيه ندايره غير ربع مغارف زيت، هذا شرط ضروري واساسي لنجاح اسفنج. ما لازمش يعني نختصر الامور ونديرو فقط مقله واحده ونقلو فيها يعني مباشره، هكذا ما غاديش ينجح الاسفنج. لازم زوج مقلات، يعني هذا شرط اساسي لنجاح اسفنج تاعنا. اذا بعد ما نحسو باللي حماو مليح في زوج، نبداو نديرو زيت في اليد تاعنا ونحكمو الحبه تاعنا هكذا ونحلوها في الوسط هكذا هكذا، ونحطوها اول شيء في المقله اللي ما فيهاش الزيت بزاف، لانه هنايا في هذه المقله راح تساعدها يعني باش تنتفخ. هنا يبدا السفنج تاعنا ينتفخ، كي ينتفخ مليح هنايا يعني في الطاجين او المقله الزوجه يعني فقط باش يطيب، لكن النفخ يكون في المقله الاولى. حتى كي نشوفوه يعني دار لنا الفقاعات ونتفخ لنا شويه، عاد باش نديروه في المقلات الثانيه. كاين اخوات ثاني بزاف يديروا السكر في العجينه، هذا يعني ما ننصحكمش به، معروف يعني انه هو بالخف يحمر بالخف يطيب، راح يحمر لنا بالخف السفنج تاعنا وما راحش يخليه يطيب في الوسط، يعني بالخف يحمر. هكذا كما راكم تشوفوا راه بداو الفقاعات يدهروا، راه ينفخ لنا ويطلعوا الفقاعات ثاني. خلاص هكذا نقدروا نديروه في المقلات الثانيه، ويزيد ينفخ ويزيد يطيب مليح. راح نزيد ندير كريه ثانيه هنا في المقلات، اذا نحلها في الوسط هكذا ونحطها. راح نقلبوا هذه على الجهه الثانيه هكذا، خلاص نقلعو هذه. اذا هذا هو السفنج تاعنا، راه وجد كما راكم تشوفوا سفنج ناجح وبنين وخفيف، ومام الطريقه تاعه يعني سهله كما شفتوا معايا. لازم فقط يعني نلتزموا بكل يعني المراحل اللي قلت لكم عليها. كما راكم تشوفوا يجي هكذا خفيف ويجي كما تاع برا تماما، يعني كما تاع برا. راح نحل لكم وحده باش تشوفوها من الداخل هكذا، يجي خاوي من الداخل وخفيف فوالا هكذا. هذه هي، ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه السفنج اللي درناها اليوم مع بعض، وتجربوها نتوما ثاني وتنجحوا فيها ان شاء الله. كالعاده نقولكم ما تنساوش الاشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.